بمناسبة الإسراء والمعراج في مفهوم جدا مهم لو احنا نغرسه في عيالنا، مفهوم العبودية. ليش هذا المفهوم مهم؟ لأن اليوم انتم شايفين الموجة في العالم، في المدارس الأجنبية، في المناهج الغربية، كلها تركز على الحرية الحرية الحرية، ولذلك قمتوا تشوفون عيالكم تأمرونهم أمر ولا تطلبوا منهم طيب والله احنا حر، أنا حر، أنا كيفي، أنا أسوي اللي براحتي، أنا أعيش حياتي، حياتي بعيشها مرة واحدة، أنا بسوي اللي يسعدني. لا، بالأخير إحنا مخلوقين وإحنا عباد لله سبحان الذي أسرى بعبده. فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ولهذا إحنا في سورة الفاتحة كل يوم شو نقول؟ إياك نعبد. هذا المفهوم مهم إن إحنا نغرسه في عيالنا وندربهم عليه ونعلمهم يا بابا ترى أنت عبد لله، وإذا أنت حر حريتك هذه داخل دائرة عبودية الله، فما تسوي شيء يغضب الله وإن